مرة اتخانقت مع عيل صغار في البلد، قال لي والله لا اجيب لك اخوي. يوميها ما عرفتش انام، قعدت اعيط طول الليل. حسيت اني ما عنديش عزوه، حسيت اني لوحدي. والحمد لله ربنا رزقني بيكم، بس الزهرك دي الحلم ما بيكملش للاخر. انا هسيبك وامشي، بس امانة عليك ما تناميش وانت بتعيطي. انت لسه صاحي يا علي يا ابني؟ ومين هيجيله نوم يا بابا بعد اللي حصل؟ معلش، هي الدنيا كده، ما بتديش للبني ادم كل اللي هو محتاجه. عارف يا بابا، عارف، بس انا ما كنتش عايز اي حاجه من الدنيا غير ان اتجوز اللي بحبها، وحتى دي الدنيا استقرتها عليا. وعلى فكره بقى، ماما بتتدخل في كل حاجه في حياتي، وهي اللي بوظت لي الجوازه. لا ما بوظتش. خد التليفون. الحمد لله يا بابا، انا راضي بقدري. ما دي قدريات، ويمكن كان يبقى فيه شر في الجوازه دي. فتمام، اسمع كلامي. ابوس ايدك. بلاش يا ابني، انا بدلك على الصح. كلم ياسمين. ماشي. طيب خاطرها بكلمتين، هي مالهاش ذنب في اللي حصل. ماشي يا بابا. وما تعملش زي امك، يلا كلمها وما تخافش. خلاص يا بابا بقى. بقول لك كلمها ما تخافش. يعني انت مش خايف؟ انا ما بخافش. انت بتكذب. بقول لك انا ما بخافش. كمال افندم، لو المصحى امسك. انت وقفت مره واحده، انت هتهزر. بقول لك الله، انت مين يا ابني بجد؟ يا ايه ده